ومعنا هاتفيا من باريس سيد عمران منصور المحامي المتخصص بالشأن الأوروبي. مرحبا بك يا سيد عمران. إذا قانونيا ماذا يعني قرار محكمة العدل الدولية بشأن انفصال بريطانيا وتوقيتات صدوره؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. القرار الصادر حاليا هو يعطي فرصة أخرى للسياسيين البريطانيين وربما الحكومة البريطانية بتراجع قرارها، وبالأحرى هي فرصة أخرى لدرء ما سيظهر من دواعي من أخطاء كبيرة جدا على الاقتصاد البريطاني وحتى الأوروبي أيضا من خلال انسحاب بريطانيا وما جرى بعد الاتفاق وبعد استقلال بريطانيا. الحقيقة المجتمع البريطاني منقسم بشكل كبير، وحتى داخل البرلمان وحتى داخل الأسرة البريطانية الواحدة هناك انقسام حاد وكبير بين البريطانيين. أعتقد أن الأوروبيين من خلال قرارهم هذا يعطون فرصة أخرى للحكومة البريطانية بالعودة والتركيز على البقاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن لماذا برأيك تأخر الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة؟ يعني ما الذي يتغير وما دور اليمين المتطرف في تعجيل أوروبا بهذا القرار؟ كنا على دراية تامة بأن اتحاد بريطانيا والتي كانت تمثل اقتصادا قويا جدا في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى ضربة كبيرة جدا للاقتصاد واليورو في العالم. أعتقد أن المحكمة الأوروبية تحاول أن تتلافى وتستبق الأمور من خلال بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وربما باتفاقية جديدة أو بميزات أو بامتيازات أخرى تمنحها لبريطانيا. لو نحن نراجع الان ما حدث اليوم في البرلمان البريطاني من خلال تاجيل التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي وعوده والضربه القويه التي وجهت الى مايا تيريز من خلال عودتها الى الاتحاد الاوروبي لبروكسل لايجاد حلول اخرى واتفاقيه اخرى، رغم انها صرحت ان اما هذا الاتفاق او لا اتفاق. وهذه ايضا كانت ضربه كبيره لتيريزا ماي لانها تعرف جيدا ان التصويت في البرلمان هو نهاية لها بالحياة السياسية ونهاية للحكومة البريطانية، وربما إجراء انتخابات سريعة ومباشرة في بريطانيا. هذه الأمور كلها تجمعت من خلال قرار صدر في الاتحاد الأوروبي لإعطائها فرصة أخرى والبقاء في الاتحاد الأوروبي. بالتطرق إلى فرنسا، إلى أي مدى برأيك أثر ما يحدث على مكانتها بصفتها يعني قائدة في الاتحاد الأوروبي وشريكة مع ألمانيا طبعا؟ يعني هذه الخطوة التالية، ما الخطوة التالية برأيك لماكرون لإقناع بريطانيا بالعودة للاتحاد؟ في الحقيقة أعتقد أن ألمانيا وفرنسا من خلال ما جرى اليوم في البرلمان الأوروبي قد وجهوا ضربة كبيرة لحكومة ماي والمحافظين. أعيد مرة أخرى، التصويت الذي جرى كان سوف يعمل صبيحة كبرى في بريطانيا، وهذه أول مرة بحيث أن الحكومة كانت ستفشل في الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل فظيع. حتى الوزراء أو النواب الذين ينتمون إلى حزب ماي تيريز كانوا يعارضون هذا الاتفاق بشدة. الضربة الكبيرة التي وجهت لهم هي قادمة من قلب بريطانيا من إيرلندا، يعني إيرلندا لم تكن، نحن نعرف أنه جرى استفتاء آخر لخروج إيرلندا واستقلالها عن بريطانيا، ولكن تم الاستفتاء بالقبول بنسبة ضئيلة جدا بالبقاء. ولكن هذا الاتفاق الذي جرى مع ماي تيريز هو كان يحدد خطوط لتشكيل حدود مع إيرلندا، وهذا ما يرفضه جميع البريطانيين، هم يعتبرون إيرلندا جزء أساسي من المملكة المتحدة البريطانية. لذلك هذا الاتفاق هو قابل للإلغاء أقرب إلى البقاء، وربما أعتقد أن حياة ميريزا السياسية سوف تنتهي قريبا. طيب بالنسبة للجانب البريطاني، إلى أي مدى يمكن أن يتجاوب مع قرار المحكمة الأوروبية؟ هل يمكن يعني عدها الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتحاد؟ نعم، هي الفرصة الأخيرة، ولكن نحن نعرف أنه هلا تيريزا ماي سوف تعود إلى بروكسل لإجراء مباحثات جديدة، رغم أن هذا يعتبر تنازل كبير من قبل تيريزا ماي، لأنها كانت تعرف أنها سوف تفشل في التصويت. وهي أمام ثلاث خيارات لا رابع لهما، إما البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج، وهذا بالاتفاق الذي حصل، أو البقاء بدون ميزانية جديدة. هذه الأمور كلها تبقى رهن الاتفاق الذي سوف يعود تيريزا ماي طرحه على الاتحاد الأوروبي. وأعتقد بشكل أو بآخر سوف يرفض الاتحاد الأوروبي أي تنازل، لأن الاتفاق الذي جرى كان حاسما، وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي والمفوضين الأوروبية بأن هذا الاتفاق هو الأخير
واذا لم تتفق بريطانيا عليه فهي حره اما بالبقاء او الخروج. ولكن الخطوه القادمه التي هي متوقعه جدا رغم انها ترفضها من تريزا مي هو استفتاء اخر ربما تحفظ ما يوجهها من خلال نهايه حياتها السياسيه، وبنفس الوقت ايضا تبقى بريطانيا في قلب الاتحاد الاوروبي وبنفس الشروط وربما بميزات اخرى، ولكن سوف تكون ضئيله جدا وخاصه بمساله انتقال اللاجئين او انتقال الاوروبيين الى داخل الاراضي المملكه المتحده. نعم، شكرا جزيلا لك من باريس سيد عمران منصور المحامي المتخصص بالشان الاوروبي.